منتخب مصر وصل تدريباته في الكويت استعدادا لودية بلجيكا حيث بدأ المران بتدريبات بدنية وبعض الجمل الفنية وانتهت فقرة التسديد او انتهى فقرة لتسديد او اتعمل فقرة لتسديد الكرة علي المرمي كما حضر المران الكابتن حازم امام عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني المنتخب يدرس الاعتماد على الثلاثي محمد النني وطارق حامد ومحمود حماده في خط الوسط امام بلجيكا للتامين الدفاع الجيد ومواجهه سرعه بلجيكا وان كنت يعني شايف ان امام عاشور ممكن يبقى له دور مهم في في الثلاثي دول نشب خلاف بين منتخب مصر ونزيرو البلجيكي بسبب لون الشرط في مباراتهما الوديه حيث من المقرر أن يرتدي منتخب مصر القميص الأحمر والشورت والجارب السوداء بينما يرتدي منتخب بلجيكا الزي الأبيض الكامل فيما يرتدي حارس بلجيكا الزي الأسود الكامل وبالتالي سيحدث تعارض بسبب لون الشورت بين منتخب مصر وحارس بلجيكا حيث يرفض الجانب البلجيكي تغيير شورت الحارس وهناك بعض المحاولات في الوقت الحالي لحل هذا الخلاف قبل الاجتماع الفني اليوم الخميس هو بالمناسبة يعني خلوه خلوا تيبو كورتوا يلبس شورت اسود خلوه هو اللي يتلخبط بشرطتنا، يعني احنا اكيد انا بهزر والله يعني يعني ايه مش بهزر بس هو اسقاط على الفكره يعني، طبعا هو احيان مش المفروض الحارس يلبس زي الفريق المنافس بس يعني خلوه هو يتلخبط ده تيبو كورتوا افضل حارس في العالم يعني، فكده كده يعني هو مش يعني نشوف له اي سكه يتلخبط بيها يعني نشوف اللي بعد كده. لاعبو المنتخب طلبوا مسؤول اتحاد الكره بالحصول على مكافاه الفوز في مباراتي ليبيريا والنايجر الوديتين والبالغه 32000 جنيه لكل لاعب بسيطه يعني دولهم سهله لاعبو المنتخب طلبوا بزياده مصروف الجيب اليومي في رحله الكويت الى 200 دولار حيث يتحفظوا على مبلغ 100 دولار في اليوم الواحد ايه 100 دولار ده يا جماعه 100 دولار ده يعني ماشي الرقم قليل طبعا طبيعي يعني معاك لعيبه كبيره قوي يعني 100 دولار ده رقم قليل جدا للاعب محترف يعني مش بقول ان 100 دولار ده رقم قليل يعني في العاده عشان محدش بس هو بيتفرج عليه يقول لي هو 100 دولار دلوقتي بقى رقم قليل لا اقصد لاعب محترف يعني رقم قليل يعني